الله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين المؤمنين من جهة وبين الكافرين والمنافقين من جهة أخرى. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لا يوجد نقض لهذا الحكم، لأنه لا إله إلا هو. ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى خبرا يحتمل أن يجد المصاب بالخبر منه منفذا يسده الله بهذه القضية، فالله يحكم. ومدام الله يحكم ولا إله إلا هو، يبقى انتهت المسألة. قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكم على قوم كانوا حتى من أقربائه صلى الله عليه وسلم، عمه، وبعد ذلك يقول فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قول الحق سيصلى نارا ذات لهب يدل على أنه يموت على الكفر ولن يهديه الله للإيمان، مع أن كثيرا من الذين وقفوا من رسول الله مواقف العداء آمنوا برسول الله. كل يوم معسكر الشرك يفقد واحد يروح للإيمان، مثلا عمر بن الخطاب، مثلا سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن الوليد، كل دول مش أمنوا. طب ما الذي كان يدري محمد عليه الصلاة والسلام أن أبا لهب سيكون من هؤلاء؟ وبعد ذلك يأتي ويعلن إيمانه أمام الناس ويقول قال ابن أخي سأصلى نارا ذات لهب وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقلت كلمة الإيمان. الله الذي قال علم أنه لم يقول، وتحكم في مستقبل لعدو من أعدائه يختار أن يقول لا إله إلا الله ومع ذلك ما قالها، لعل قائلا يقول أو كلام من الله، يوم يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد، الاثنين اهو خلاص بقى، دول ما كانوش يقدروا يجوا في مجامع كده ويقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينهوا المسألة، مع ذلك ما قالوا. يبقوا أغبياء برضو ولا لا؟ كافرين وأغبياء كمان، خلاص. وبعد ذلك يأتي الحق بعدها في الترتيب المصحفي ليقول إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، مش حد تاني هيقول كلام علي، أنا قلت كده يعني خلاص انتهت المسألة. إذن فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا معقب لحكم الله، محدش هيعقب عليه لأن مفيش إله تاني، مفيش إله تاني. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن دي نتيجة إن الله هو الذي يحكم، يوم إزاي الله يحكم وبعدين يبقى فيه سبيل للكافرين على المؤمنين؟ مش ممكن، ما يبقاش لهم حجة ولا يبقى لهم قوة ولا يبقى لهم طريق على مين؟ على المؤمنين. يقول لك لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نقول له آه، يقول له طيب دي القضية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ طب في الآخرة الله يحكم ومفيش، إنما في الدنيا دنيا أسباب، يمكن برضو يجعل للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيل ينهزموا في معركة قدام. أم قال لك آه خد بالك بقى، الشاعر لما جه قال لك إياك أن تعتبر الخطأ ليس من جند الصواب، الخطأ نفسه من جند مين؟ الصواب. قال لك إزاي؟ أمالك لأنه لما يخطئ ويصحح له الخطأ أخذ القضية من وجهين، قضية الأولى أنا قلت له الفاعل مرفوع مش كده، وبعدين جي غلط مرة ونصبه، يبقى هو اتخذ القضية الأول وسيح عنه، أهو ما نضربه كده أقول له لا إيه هو ده مش فاعل، يقول لي فاعل، والفاعل حكمه إيه الرفع، تلزق في راسه. يبقى الخطأ من جنود الصواب ولا لا؟ الخطأ من جنود مين؟ الصواب، والباطل من جنود الحق. الباطل نفسه، لان الباطل لو ما استشراش كده والناس عضهم الباطل فتألموا، ايوجد هاتف بالحق؟
لو ما كانش البطل يعمل له شويه متاعب كده ويخلي الناس تهيك كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيهين للذعة من استشراء الفساد وخلينا نصره. طب الالم اللي يجي للانسان، طب ما هو من جنود الشفاء. طب ما هو الالم معناه اللي بيقول لي يا هذا هناك هيء غير طبيعي في هذا المكان، تنبه. الله يوم يخلينا نروح ايه لولا هذا الالم ما كان يستشري بيا الايه المرض ولا ادرس. يبقى الالم برضو من جنود مين؟ من جنود. يبقى ايه الخطا من جنودي والباطل من جنودي الحق، والالم من جنودي الشفاء. وكل خطا يؤديك الى صواب، مش غلط ده، ده يبقى تاكيد للصواب بس بلزعه، تاكيد للصواب بلزعه عشان ما عندكش ايه، عشان ما عندكش تنساه. خلاص لما جه مثلا السيبوي، السيبوي اللي انتوا بتسمعوا لما واحد يلحن في اللغه ويكسر فيها تقولوا ده زعل سيبوي. ليه يعني؟ اشمعنى سيبوي يعني؟ لان السيبوي ده هو اللي وضع الايه النحو بقى والقواعد وكلمه الكتاب. اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغه يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ سيبوي. زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القران. الكتاب في عرف اهل اللغه ينصرف الى مين؟ كتاب سيبوي. سيبوي هو اللي مؤلف الايه في النحو. طيب هو سيبويه ما كانش بتاع نحو يا سيدي، سيبويه كان بتاع قراءات، قراءات القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحن في مجلس، لحن. فلما عيبت عليه اللحن زعل وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في النحو. إيش الشاطبي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات، كان بتاع نحو، بتاع مين؟ وبعدين جت حاجه في القراءات ما عرفهاش، قال والله لازم اقعد للقراءات دي واقطع ورا بقى شيخ القراء. الشاطبي شيخ القراءات كلها. يبقى لا غلطه لحنه عملت من سيبويه ايه؟ نحو. وخطأ برضه في القراءات عملت من الشاطبي ايه؟ مع ان ده كان نحوي ودكره كان ايه؟ بتاع قراءات. يبقى اذا الخطأ اللي تهدي الى صواب ما تعتبرش عين الصواب؟ معين الصواب. يبقى يفهموه الخطأ من جنوده والباطل من جنوده والألم من جنوده الشفاء والعافية. خلاص كده على الأول. ولذلك تيجي تقول بقى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طب ما هم في معارك كتيرة انتصروا عليه. يقول له دي مش أصالة بقى، ده جاء للتربية في أحد خلف رسول الله ولا ما خلفوش. طيب تبقى لما نيجي نهزم تبقى بدنا نصوب ولا ما نصوبش؟ طب وفي حنين اعجبتهم الكسره ولا لا؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم ايه كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الى اخره. الله. يبقى اذا دي معناها النبر. ولذلك الشعر يقول ايه اللي تعرض لمثل هذه المسائل وبيصوها، بيقول ايه؟ ان الهزيمه لا تكون هزيمه الا اذا لم تقتلع اسبابها. الهزيمه ما تبقاش هزيمه الا امتى؟ اذا ما تفتش اسبابها ايه وتقلع اسبابها. انما ان جت الهزيمه عشان تقلع اسبابها، الهزيمه في احد عشان خالفنا امر الرسول، فالهزيمه دي جت قلعت المخالفه، تبقى مش هزيمه بقى، تبقى نصر ولا مش نصر؟ تبقى ان الهزيمه لا تكون هزيمه إلا إذا لم تقتلع أسبابها، لكن إذا صهرت لتطرد شائبا فالحمق كل الحمق في من عابها. إذا جت علشان تبين لي غلطي وأخذ بالي منها تبقى مش إيه. وكم من خطأة أهدت صوابا، في خطأة تهدي إيه الإنسان إلى صواب إيه متعدد. فإذا رأيت للكافرين على المؤمنين للكافرين سبيلا على المؤمنين فاعلم إن حتة الإيمان اتلخلخت فيهم، فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم إلى أن سنن الله لا تتغير حتى من أجل المؤمنين به، ما تاخدش أسباب الشيء تاخد النتيجة، تاخد أسبابه تاخد النتيجة.
أعدوا لهم ما استطعتم، ما أعدتوش ما استطعتم تبقوا تستعدوا، غرتكم الكسوة تبقوا تستعدوا. إذا سنن الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ مش علشان أنا قلت أنا مؤمن بالله خلاص يتغدر، لا ده أنا مؤمن بالله آخذوا جزاء على قدر ودي في الإيمان. يبقى يغار عليا لما اغلط، لما اغلط يقول لي لا دي تغلط فيها، لازم اتعدل، لازم اتربى. تعالى تعالى انت لما تيجي مثلا، ليه الواحد منا ما بيعرفش يعلم اولاده ويجيب لهم حد تاني يعلمهم؟ ليه؟ لان حبك لاولادك يجعلك اذا غلط تنفعل عليهم وتروح يمكن ضربه طبعا. انما المدرس التاني ما عندوش الله هياخد المساله يعني من بالخف. اذا كل ما تكون بتحب تعمل ايه؟ تدخل بنقاش الود. احنا ضربنا مثل وقلنا انت دخلت الباب بتاع العمارة فوجدت في صحن السلم كده اولاد بيلعبوا قمار، ابنك وابن الجار وابن اخوك وابن واحد ما تعرفوش، ماذا يكون موقفك من هذا؟ تعمل ايه؟ اول حاجة تروح على ابنك وتروح ضربه بالقلم مش كده؟ وقفصه بالدر وطرده على فوق، والواد التاني ان كنت تقول له كلمه ولا ما تقولوش، والتالت اللي ما تعرفوش ده ولا تكلمه. الله، يبقى اذا ايه المساله؟ العتاب على قدر المحبه والود، التاديب على قدر المنزعه في النفس، اللي ما يهمنيش ولا دي ادعو ما يغلط ويغلط ما يغلطش. فالحق سبحانه وتعالى ساعه ما ترى ان الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا، فاعلم ان قضيه من قضايا الايمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد الله ان يظلوا هكذا، بل يريد الله ان يصفيهم من هذه الاخطاء. يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين علشان ايه؟ عشان تعضهم دي، ولما تعضهم دي يقوموا ايه؟ يقوموا يتنبهم الى الايه؟ الى هذه المساله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان المنافقين يخادعون الله. بقى نحن نفهم ان مسألة المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطنوا الايه؟ ويبطنوا الكفر. ام قال لك هو عن يفتكر حد انه بيعمل حاجة من وراء ربنا؟ ده المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع، يبقى مش كده ولا لا؟ واحد بينكر بيه وهو يعرف انك انت عارف انك بتمكر، يبقى ده مكر. طب ده المكر وما نعرفش، انما ده ما عرفت انك بتمكر تبقى انت مكر؟ ده انا عارف انك انت مكر ما بقتش مكر. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكر. فهم بيقولت على الجماعه المنافقين دول بيخادعوا مين؟ يظهرون الايمان ويبطلون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخدعوا من لا يعلم هذه القضية. لا، قل لهم ده انتوا نفسكم يجب ان تأخذوا درس من معاملة الله بواسطة المؤمنين لكم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصون ومالكم مصون وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص كده، انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيخدع التاني بقى؟ تبقى انتوا اللي بتخدعوا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعوا. يا رب كلمة خدعة يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه، خلاص عشان يثق فيه. نقوم نقول له تعالى اول. يبقى وفي خدعة وفي خادعة. ما قالش ان ربنا بيخدعهم، يخادعون الله مش كده؟ معنى خادعة يبقى في عمليتين اثنين متقابلين. تقول قاتل فلان فلانا ولا قاتل فلان وسكت كده، مش لازم يكونوا اثنين؟ طب شارك فلان مش لازم فلان ولا ايه؟ مادة فاعلة مش عايزة حاجتين اثنين. خاصم فلان، خاصم مين؟ خاصم واحد تاني. يبقى خاصمة يعني ايه؟ فاعلة. قاتل يعني واحد بيقتلوا، بيتقتلوا مع بعض. وقتل الفعل من جانب واحد مش كده؟ يبقى الأول مرحلة ايه؟ ان يبتدئ واحد يخدع، فاللي اقوى منه
يروح مبيت له خداع راسه. يبقى بعد ما يحصل تبييت الخداع يبقى حصلت ايه؟ مخادعة. يبقى خادع فخادعه. ها؟ ومن اللي غلب؟ نشوف بقى اللي غلب يقال خادعه يعني ايه؟ غلبه في الخداع. يبقى كلمة خادعة اولية خلاص؟ وبعدين اللي بينخدع خادع راخر. يبقى حصلت ايه؟ خادعة. وبعدين اللي يغلب يقول خدعه يعني ازال خداعه وجيه انقح منه وجيه انقح ايه منه وكأنه بخداعه له ما عملش اي حاجة. نقوم نقول ده صحيح، الله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما ارادوا ان يعاملوا به مجموعة الايمان. عملوا ايه؟ هم بينوا الايمان وادمروا الكفر. ربنا اداهم في ظاهر الامر احكام المسلمين وفي باطنه هيعذبهم عذاب الايه؟ الكافرين، واشد لانه هيعملهم في الايه؟ في الترك الايه؟ في الترك الاسفل من الايه؟ من النار. يبقى إيه؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى بقى تاخد اسم من دي وتسمي ربنا مخادع. هو يفعل الفعل انما ما تاخدش انت منه اسم. ليه؟ لانه هو بيديك مشاكله. ولذلك يقول هم بينكروا يعني بيبيتوا شر للمؤمنين، وانت بتبيت الشر على قدك. يقوم ربنا يفضح الشر ده ويبيت لكم شر. يبقى لما ينكروا ربنا ايه؟ ينكر. انما تقول الله ماكر، الاسم توقيف. انما لله ان يقول في الفعل المشاكل ما شاء. يخادعون الله وهو ايه؟ ما تقولش الله ايه اسمه المخادع، مفهوم؟ ما تقولش الله اسمه الايه؟ المكر، لان دي اسمها ايه؟ مشاكله. لان الذي يمكر ويخادع بده يعمل ايه؟ يبيت حاجه في ظاهر الامر نفع وفي باطنها. طيب لما انت تعمل حاجه دي وربنا يحب يعمل، ربنا هيكشف اللي انت عايز تعمله، انما انت مش هتقدر تكشف اللي ربنا هيعمله. الله، يبقى اذا نقول لان احبقى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. الغايات من الاحداث هي التي تضفي على الجوارح اقبال على الاحداث. فاذا كان الحدث اللي انت بتقبل عليه حدث تحبه اقبلت عليه بكل ايه؟ كل جوارح. ولذلك يقول لك لهفة اللقاء بتحدد، لهفة اللقاء عند من تحب يعني بتحدد. ساعة ما شفت من تحب كده يقول لك ايه؟ لقاء الاثنين يبين حدة، تلهف كيفية ومدة. تلهف كيفية ومدة، يعني اللي يبين حد الود ايه؟ اتنين اتقابلوا، من ساعة ما اتقابلوا تشوف ايه اللي بيننا وبين بعض كده كان 10 خطى خدناها في كم خطوة؟ ايه؟ خطوتين. يبقى التلاهف، التلاهف معناها ايه؟ تقصير زمن اللقاء عن حد. طيب ادي واحدة. والكيفية يا ترى هتروح تسلم عليه كده ولا هتاخده من الحضن وتعمله كده؟ ادي الكيفية. المدة خدته بالحضن، قعدت نص دقيقة، ربع دقيقة، دقيقتين. يبقى اذا اللي بيبين قيمة الود ايه؟ التلهف والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يتيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. أم قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين اثنين يقابلوا يعني ذكر وانثى، تقدر بقى تعرف لهفة تحكم بها بقى. الكيفية مش هنقول هيبقى، ما هو في ناس بيبصوا بعض مش كده ولا ايه؟ في ناس يعني بيبصوا بعض يعني. لا بلاش يبص كده، هنخليها سلام بس. عرفنا التلهف
يعني سرعة. طيب والكيفية؟ أم قال لك ساعة ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني، والله شوف ان الايد انفردت كده بس كده اهو تعرف ان ده سلام عادي، انما نتصدع ده انتنى بقى هنا تشوف الصدع انتنى من مين، ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، ان كان من المرأة يبقى من ايه من جهته، ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم عشان الايدين تفضل في ايه يبقى برضو سلام نوعين يبيل حدة تلهف كيفية ومدة، مفهوم؟ فاذا كل حدث ساعة ما بتقبل على حدث سر بتقبل اهو كلام سر واللو كده، حدث مش سر بتبقى قايم ايه تقيل كده يقول لك انت قايم كده تقيل في بعضك كده يعني ما خفتش للعمل. اهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايه كسالى، لانهم بيعملوا الصلاة دي بس دروا يداروا فيه العملية مش شوك زي النبي ما قال ارحنا بها يا بلال، لا ده عملية شكة لانه هو بيعملها تسدد بها نمرة، فيقوم بقى ايه يقوم كسلان كسالى. طيب يراؤون الناس الله، طب وبيقوموا ليه ما دام المساله كده؟ قال لك بيراقي الناس عشان يفهم انه ايه انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا قليلا، ما دام بيراقي الناس المراقبه انه يقوم للصلاه، انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه ايه هيبقى فيه تيارين اثنين متعاندين، تيار مع المؤمنين ايه تيار مع الكافرين، فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده، والتيار مع الكافرين لا يذكر، ما هو يذكرون الله الا قليلا، القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه؟ عشان الكافرين. طب ايه يذكرون الله الا قليلا؟ قال لك يا اخي ما الصلاة فيها اشياء جهرية وفي اشياء سريه، ويقول الله اكبر مش دي ابنك اربيه، انما ساعه ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجه ولا يتكلم معي ولا طب هيرأي من بقى اصلها في السر اصلها في ايه. طب احسب بقى في الصلاه اللي الامام بيصلي كم حاجه تجهر به وكم حاجه يسر بها، يبقى اللي يسر به اكتر ولا لا؟ لانه ساعه ما بيركع بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وساعه ما سمي الله لمن حمده. يبقى اذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل؟ يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش، واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله الا ايه الا قليلا. يا سلام، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس رآه يعني إيه؟ يعني لا يفعل فعلا إلا إذا كان مرئيا للغير، فعل مرئي لمين؟ للغير، أو مسموع زي لا يذكرون الله إلا قليلا، إنما الحاجة اللي لا ترى ولا تسمع دي يعني ما إيه؟ ما أعملهاش. مرآه اللقاء دي عملية المجتمعات كلها ما بيهزهاش ولا يهزها الا هذه المراه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يحب من يعمل عملا ان يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافيه. انما في واحد بيعمل نصفال ما تشوفه انت كده يتقن ويعمل العمل ومش عارف وساعة ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى هذه القضية، يقول ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقى صوبوا الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى انت تغدر تغش واحد غش ظاهر كده عيني عينك كده مغشيتها تغش بعيد عني، انما ما دام انت عارف انني شايفك
ليه جعلتني اقل من الناظرين؟ ده لو انسان زيك وناظر لك مش هتشتمه او تعيبه او تعمل حاجه تغضبه، فلما جعلتموني ايه؟ أنا الناظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ان اللي بيراء الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاة غدا؟ يعني ننجو ازاي؟ قال الا تخادعوا الله فيخدعكم، الا تخادعوا الله فيخدعكم، فانه من يخادع الله يخدعه ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخادع مين؟ بيخادع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الانسان الله؟ ازاي يعني يخادع؟ قال لك ان يعمل ما امره به ويريد غيره. هو بيصلي لان ربنا امر بالصلاه، ويزكي لان ربنا امر بالزكاه، وبيحج لان ربنا امر بالحج، مش كده؟ انما هو عمل ما امر الله به، انما في ايه؟ مش لله. ولذلك دل القران قال اعمالهم ايه؟ والتانيين قال ايه؟ كصفوان عليه ايه؟ الصفوان، الصفوان ده اللي هو الحجر الاملس قوي اللي ما فيش فيه خشونه، لان لو فيه خشونه وعليه تراب التراب يتخلل الايه؟ الخشونه اللي زي المبرد كده، يبقى فيها شويه تراب، انما لما يكونش فيه خشونه وينزل على التراب مطر فتركه ايه؟ كصفوان عليه تراب، مش كده؟ الله. يبقى اذا ما يبقاش فيه عمله. فقال وكيف يخادع يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال يعمل ما امره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فانه شرك بالله، فانه شرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء، يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا قائل. ان المرائي يدعى يوم القيامه بايه؟ اربعه اسماء، يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا قائل. ثم يقال له حبط عمله وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم، ملكش نصيب، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرأي مين؟ مش بيرأي المؤمنين. طب نقول له بقى يا اخويا روح خد أجرك، روح خد أجرك من اللي انت ايه؟ من عملت له. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المذبذب، الشيء المذبذب هو الشيء يعلق في خيط، يقوم الريح ياخد شوية كده ويجيب شويه كلام الثابت يعني، ومنه ماخوذ المذبه ومنه ماخوذ الذباب، انت تذبه كده يرجع تاني وتذبه يرجع ايه تاني وتذبه يرجع ايه تاني، لانه يقول لك ان الذباب اذا ذب عن مكان ايه لازم يرجع اليه، لازم يرجع ايه يرجع اليه. ولذلك قلنا سابقا ان في وسام حربي في فرنسا اسمه ايه؟ وسام الذبابه، ده يعني من الاوسمه الحربيه المشهوره. ايه يعني وسام الذبابه؟ يقول لك ده بيعطى للقائد اللي ان اتخذ منه موقع اعداءه اخذوه منه لا يهدأ حتى يرجع اليه كما تفعل الذبابه.
مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين. طب هم مذبذبين نفوسهم ولا هم مذبذبين؟ أم قال لك من 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 عظائم النفس البشرية وتكوين إيه؟ إن الذات الواحدة يبقى فيها آمر ومأمور، آمر ومأمور. ولذلك يقول لك قوا أنفسكم، أنا أخي نفسي. طب هو أنا مين؟ ما أنا نفسي. الله، إذا في حاجتين إيه؟ في حاجة. فطوعت له نفسه قتل أخيه. الله، طوعت لمين؟ طب ما هي النفس. طوعت له نفسه ذاته قتل اخيه. طب مين اللي طوع من الماء ذاته واحد؟ قام قال لك ايه، عظمه النفس البشريه، ان النفس البشريه مش ملكه واحده بل ملكات متعدده. في ملكه تحب الاريحيه، في ملكه الثانيه تحب الشوق. الاريحيه عشان ياخد ثناء الناس وعشان يبقى والشوق عشان يبقى عنده. الله، في ملكتين، الملكتين عمالين يعملوا ايه؟ بيتصارعوا. لما يتصارعوا يبقى اكن في ايه؟ ولذلك قوا انفسكم. طب ومين اللي انا؟ ما هو انا نفسه، نفسي تاخي نفسي. يقول لك ما انت فيك ملكات متعدده، انت في ملكات تحب تحقيق المتعه والشهوه لنفسك، في ملكه ايمانيه تقول لك الشهوه دي هتبقى عاجله وبعدين تجيب لي متاعب ثانيه ومتاعب اجله ومتاعب خالده. يبقى اذا في صراع ولا لا؟ ادي مساله. فطوعت له نفسه قتل اخيه، فكانه حب يقتل لان غريزه الاستعلاء. وبعدين انت هتقتل؟ طب ما انت هتبقى باسم الله، تروح بالاسم يا شيخ اللي هي ايه؟ المراوده اللي موجوده. يبقى الانسان فيه ملكات متعدده، كل ملكه لها ايه؟ لها مطلوب. الدين بيعمل ايه بقى؟ الدين بيعمل تعايش سلمي بين الملكات، يعمل تعايش سلمي بين مع الملكات. يجي واحد الغريزه الجنسيه هي سعاد تعمل كده، وبعدين يقول له بعدين تلك في اعراض الناس والناس تلك في اعراضك وتعمل مش عارف ايه، ما تروح تتجوز زي ربنا ايه؟ ربنا ما شرع. يبقى اذا المساله واحده ايه؟ يبقى ما هوش حاجه واحده كده. لا، ده شويه ملكات، الملكات دي في الذات الانسانيه عايز الدين يعمل بينها تعايش سلمي. انا غريزه الجوع، بجوع وعايز اكل. قام قال لك ايوه كل، بس ما ينقلبش الى شرع، ما ينقلبش الى ايه؟ شو بحسب ابن ادم لقيمات يقمن ايه؟ يقمن صلبه. طيب انا عايز بقاء النوع، عايز العمليه الجنسيه لبقاء النوع. يقول له بس انت ما تاخدهاش في ايه؟ في اعراض الناس، ترمي ولادك في فراش غيرك. لا، خدهم ليك انت، طهر اتجوز. الله، بحب الاستطلاع. يقول لك بس ما تتجسسش على الناس. الله، يبقى اذا في كل ملكه ايه؟ في حاجه ثانيه، ملكه بتعدلها، ملكه بتعدلها، لان الغريزه مخلوقه لله عشان تؤدي مهمه، ما تجعلش انت السلطان بتاعها كله. بل عايش الملكات معايشة ايه؟ معايشة سلمية علشان النفس الانسانية تبقى ايه؟ تبقى متساندة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الرجل الذي ينظر الى حلاله يبقى قاعد كده ينظر قدام ولاده، بينظر قدام اهلها، بينظر مش كده ولا لا؟ طب عايز ينظر الى محارم غيره يعمل ايه؟ شوف بقى كم ملكة عمالة تتصارع بقى، وعايز يتدارى وعايز يعمل، ده شايف ولا مش شايف ولا استنى شغلانه. يبقى مش طبيعي ولا لا؟ المنهج الايماني يريد من النفس الانسانيه ان تتساند ملكاتها ولا تتعاند، كل الملكات تعيش مع بعض في ايه؟ في سلام. علشان ايه؟ عشان الجهاز الانساني يؤدي المهمة بتاعته كما ينبغي. الغريزة دي لكذا تبقى لكذا، الغريزة دي لكذا تبقى لكذا، ما نعديهاش الى امر الايه؟ الى امر اننا لو عدناها بشهوتنا نفسد الدنيا. كنا ضربنا مثل زمان وقلنا تعالى الكهرباء اللي عمالة تدينا نور دي، اللي بتدينا نور، مش المهندس لما جه يعملها وعمل الموتور وجاب موجب وسالب، مش كده ولا لا؟ طب الموجب والسالب دول بيدونا ايه لما بيتعملوا مع بعض؟ جاي بيدونا ايه؟ شراب. نعملها طاقة، يا قوة يا تدور آلة على الأول. طب بالله لو التقيا على غير تصميم المهندس يقولوا بتعمل ايه؟ ماس. الماس بيعمل ايه؟
الله كذلك النفس البشرية إن التقى الذكر مع الأنثى كما شرع الله، زي المهندس مركب الايه الموجب والسالب وياخد منهم يا الضوء يا الطاقة، إما إن لخبطني يحصل ايه ماس يعمل حريق، يعمل ايه يعمل حريق. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك قلنا الكافر فيه ميزة، الميزة انه منسجم مع نفسه مش مؤمن بالحكاية دي واعلن انه مش مؤمن. ما واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اظهر ايمان وابطل كفر يبقى مش زي اللي عملها كده كفر مرة واحدة واللي واحدة، لانه بقى ما خدعش الطائفة المؤمنة وقال لهم ده انا وياكم وهو مش وياي ومنسجم مع نفسه. انما المنافق مذبذب ملوش ايه طبع نفسي، حتى يعني خسيس في وضعه الرجولي. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يضلل الله، هو ربنا جين الباب للطاق كده واضل الناس؟ لا يقول ده ربنا ما بيضلش الا اللي ما عرفوش ما امنش بيه، يقوم يسيبه على ايه على غماه. ما دام سايبه على غماه يعني هو كان يقدر سبحانه انه ياخده غصب عنه، انما هو سايبه لاختياره. فلما ده يقبل على الله ربنا يقول له انا هعينكم، ولما ما يقبلش على الله يفدعي. يبقى لما ما خدوش يبقى هو سابه لمين؟ يبقى سابه لنفسه. وما دام تركه لنفسه لانه لم يؤمن بالله يبقى يضل. انبسط يا اخوان، يلا نزين لك ونديك في الدنيا ونديك مش عارف ايه ونديك ايه ونديك ايه. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ليه؟ لان سبيل الله واحد، سبيل الله. وما دام ما راحش في سبيل ربنا يبقى في ضلال ولا لا؟ يبقى في ضلال. انتهت المسألة. لو في سبيلين ما هو الراجل اللي كان بايه اللي كان بيطوف وبعدين سمع واحد عند الملتزم بيدعي ربنا، ده الاصمعي، والاصمعي بقى كانت اذن واذن ادبيه ويميل للاساليب الحلوه كده والشعر فلما لقى الراجل بيدعي ربنا دعا يعني كويس كده، قال له يا رب انا عاصيك وانا لو يعني كده ما كنتش هاجي اطلب منك المغفره، انما اصل ما فيش الاله الا انت، طب انا اعمل ايه؟ انا عاصيك، ويعني كان اقل مبادئ الحياه ان انا ما اعصيكش واجي اطلب منك، انما اصل ما فيش اله الا انت، طب انا اعمل ايه بقى؟ مفيش الا انت. فالاسماعي عجبوا الدعاء، قال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. يعني انت تساله ازاي؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا، المساله في المنافقين اخذ عليهم انهم بيتخذوا الكافرين اولياء من دون ايه؟ دعنا اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، يبقى اولى بالمؤمنين ان لا يصنعوها ولا لا؟ يبقى قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، وجاب الحكايه قال بقى يا مؤمنين احنا اخذنا على المنافقين انهم ايه يتخذون الكافرين اولياء، فانتوا بقى اوعوا تعملوها. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ليه؟ ده امر منطقي، لاننا اخذنا على المنافقين انهم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، فاذا كنا قد اخذنا على المنافقين هذا يبقى انتوا تعملوها. ده انتوا لو عملتوه تبقى جعلتم لله عليكم سلطان، يبقى حجه انه يعذبكم بقى، لان دوكهم يا اخوان مأمنين نص ايمان بألسنتهم وكافرين بقلوبهم، انما انتوا تبقوا مؤمنين كده ايمان صح وبعدين تعملوه ايه؟ ده انتوا اديتوا ربنا حجه قويه في ان يعذبكم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ده الحق سبحانه وتعالى في ارسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة، كل ده ليقطع الحجة على الناس
ان انت يا رب ما قلتلناش اعملوا كذا واعملوا كذا. كان الحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بان العقل يقعد يفكر وان احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا والكون ده لازم له خالق ولازم ما تركناش لدي. ده ارسل لنا ايه؟ رسل. وما دام ارسل لنا رسل والمنهج واضح يبقى معنى ذلك ايه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما حدش يقول ان انت ما نبهتنيش. مفهوم؟ يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعفيش. انما ربنا ما يجيش كده ابدا. لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام حتى ليهلك من هلك ايه؟ ويحيى من حيا ام بينه. ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مشمنه. لا ابدا. كل حاجة. فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوها يبقوا انتم شر من المين؟ شر من المنافقين. لان المنافق لعذر لانه فيه خيط من الكفر وفيه خيط من الايه؟ من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يعني حجة في ان يعذبكم والله سبحانه وتعالى جعل الحجة في ان بلغكم الايه؟ المنهج. فاذا ما صنعتم غير هذا يبقى انتم اديتوا ربنا ايه؟ حجة في ان ايه؟ في حجة في ان يعذبكم. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا ايه؟ سلطانا مبينا. السلطان المبين هو السلطان المحيط البين اللي ما يقدرش ايه؟ واحد يدفعه. لان مثلا يجي واحد بحجة يقدر واحد ينقضها. زي المحامي امام المحامي يجيب حجة وده ينقضها وده حجة وده ايه؟ ينقضها. انما السلطان المبين الحجة التي لا تنقض. لانها حجة مين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. رجع لمين؟ شو بقى التربية الايمانية؟ الحق سبحانه وتعالى مش قايل فصل في المنافقين ويقعد كل ما يتعلق بالمنافقين؟ لا. ده يروح نغزة في المنافقين ثم يروح جايب للمؤمنين حتى الله عشان يعمل ايه؟ عشان ينفرني من الحكاية اللي فيها المنافقين دي. وبعدين يرجع لمين؟ وبعدين يرجع للايه؟ للمنافقين. قل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك مرة تطلق درك ومرة تطلق ايه؟ درك. زي كلمة نهر مثلا. نهر ونهر زي شمع وشمع. يعني فيه الاثنين يسكون يعني. فالدرك والايه؟ والدرك. الدرك ده دائما في نزول. ولذلك يقول لك ايه؟ الجنة درجات والنار دركات. يعني اللي نازلة لتحت دي يبقى اذا في المستوى. زي ما بنقول مستوى سطح الايه؟ احنا جعلنا المقياس مستوى ايه؟ سطح البحر. مش معنى مستوى سطح البحر. قال لك لان اليابسة متعرجة في عال وفي واطي. انما البحر استطاع. البحر استطاع. ولذلك بيسموه ميزان الايه؟ ميزان المية. لما ترمي شوية مية كده تروح فتحة المهندسين اللي استلموا الطريق. مش كده ولا لا؟ ولا فتحة اللي بيبلط لك الشقة. ولا تقوم رامي شوية مية كده تلتفت بقى جت هنا يبقى نعرف انه لا حط بمقاس ولا قاس ولا عمل حاجة عبها زي ما. وبعدين تجي شوية مية ما تطلعش ناحية المرزاب عشان تتصرف. تدخل الايه؟ الاوض. وبرضه في الشارع تلتفت تلاقي الشارع فيه بحر. يبقى فضحت مين؟ فضحت الايه؟ المهندس. ما هو كل حاجه بتفضح حاجه كده. كل حاجه تفضح حاجه. يقول لك مثلا اللي بيغفق يفضح البني. اللي بيغفق البيت يفضح مين؟ لان البني كده الجدار مبعوك كده واطي من هنا. شوف بقى يملى الواطي لحد ما يتساوى قد ايه بقى. عايز كل حتة شكارة اسمنت على ما تملاه. انما لو البنا كده ماشي يبقى الايه؟ التخفيق رقيق ما ياخدش. انما دوك عايز يملى الواطي لحد ما ايه؟ مثل. يبقى اللي بيفضح البنا مين؟ طيب واللي بيفضح بتاع المحارة مين؟ اللي بيضرب بوية. لانه يجي بقى بده يعمل معجون في الحتة الواطية بقى والمحارة مش عدلة وموجة وبتاع. مفهوم. طب واللي يفضح بتاع البويا مين بقى؟ مفيش بشر. اشياء فطرية طبيعية. يقول لك والله بقى عايز تغش
في البوية زي ما بيقولوا ساعة ما تعملها روح سلمها على طول. لأنك يعني انت لو استنيت يومين ولا ثلاثة الغبار اللي حيته هيفضحك، لأن الغبار كده بتاع الذرة بتاعة الغبار بتنزل في خط مستقيم. شوف بيه من اللي عمل لها الاستقامة دي تنزل. تقوم لما تيجي تنزل على الحيطة تيجي تلاقي حتة نتقة تروح وقع عليها، تقوم تلتفت تلاقي العصام عامل تي 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 تي. ما تعرفش تستلم، يقول له بقى أنا عايز تسلم، سلم نهار ما خلصت، إن تركتها كان يوم هتنفذها. ولا استلمها بالنهار بقى في شعاع الشمس، بص كده إن لقيت الجدار فيه ظلال 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 كده يبقى معناه إنه فيه إيه نتوق. من اللي فضحهم بقى؟ حد الله بما فطر في كونه من غرائز. يبقى كلها مردها لمين بقى؟ كلها مردها لله. احنا نقعد نفضح بعض، ليه يفضح ده وده يفضح ده وده يفضح ده، لحد ما ننفضح كلنا امام مين؟ امام الحق سبحانه ايه سبحانه وتعالى. فان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. قال لك ايوه الدرك، هو لما قال قاموا كسالى. كسالى يعني ايه؟ يعني الارض مسكاه مش كده. وهناك قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه ساقلتم الى الارض، هبطتوا للارض كده. يقوم يقول له الذي يأخذ المنهج من الله بيقول له تعالى الى السماء ارتفع، والذي ينزل الى الارض بينخفض. طب ما هو في الدرك بقى نزول بقى، يبقى ده مناسب ولا مش مناسب؟ يبقى مناسب، والى لقاء اخر.